المستوى، تظن بأن جاتنا ضربة جزاء اللي كان ممكن تعطينا إسباقية، وكان ممكن تغير من سير المباراة. فريق الرجاء آخر لحظات الشوط الأول جاتو ضربة جزاء ضيعة. بدينا الشوط الثاني تنظن بأن الورقة الحمراء غيرت كل شيء، غيرت السيناريو كامل ديال المباراة. بدينا لاعبين بنقص عددي، رغم ذلك الفريق ديالنا قدم مباراة في المستوى. اللاعبين تنهنيهم على الروح اللي بدلو، لأن ماشي سهل أنك تلعب 45 دقيقة ومتناقص وضغطوا وداروا فرص ما تسجلاتش. تنظن بأن اليوم ما نستحقوش الهزيمة. فريق الرجاء مبروك عليه 3 نقاط، ولكن تنظن بأن كنا أفضل، كنا نستحقوا أفضل من هذه النتيجة. ولكن هذه كرة قدم، راضين على الأداء ديال اللاعبين، ولكن النتيجة ما راضينش عليها، لأن أول هزيمة لنا في الملعب ديالنا. كيف كتشوف استاذ سلامي التحكيم في المباراة؟ كي شفتي انت مثلا طرحت عليا السؤال، يعني تنظن بان الطرد ديال اللاعب تنظن بانه غير مستحق، وخا ما شفتوش، لان الالتحام ديال الكره، اللاعب مشى تيقلب على الكره، يعني اللاعب اللي غيكون صحيح وطويل بلا ما نلعبوا معنا في البطوله نقلبوا على واحدين اللي لاعبين اخر. عندنا لاعب قوي طويل صحيح تيلعب بالراس، يعني نظن بان ضربه الورقه الثانيه كانت قاسيه، خاصه ما جات مع البدايه ديال الشوط الثاني. ولكن على العموم لاعبين مشكورين على الاداء اللي قدموه اليوم، لان ما يمكن ناخذهم على حتى شي حاجه. حتى واحد فيهم لعبوا بشكل بطولي، لعبوا حتى الاخر انفاس المباراه بنقص عددي امام فريق الرجاء. ما ساعدناش الحظ اننا نسجلوا. هذه كرة قدم، نتمنى إن شاء الله أننا نسترجعوا الأفضلية ديالنا في المباراة المقبلة ونسجلوا أهداف إن شاء الله. لو تسجل هدف ديال فريق الرجاء في ضربة الجزاء، واش كان السيناريو غيتبدل يعني يتغير؟ بطبيعة الحال كرة القدم من تدخل تلعب تيكون سيناريوهات كلها متاحة. تكون تسجل الهدف ديالنا الأول كان ممكن تغير السيناريو ديال المباراة. يعني الكرة كرة القدم تتلعب على الفرص، فريق تيسجل فرصة معطيات تتغير، طرد ديال اللاعب معطيات تتغير، وبالتالي تنظن بأن السيرورة ديال المباراة عطاتنا أفضلية رغم النقص العددي، والهزيمة ما تتعنيش بأننا كنا أقل من فريق الرجاء من ناحية ديال القيمة الكروية والرياضية. اخر سؤال اخونا فاطمة. جمال، شفنا كانك قبيله في مقابله كتهضر مع اللاعبين ديالك انهم ما يلعبوش كره من وسط الميدان ويلعبوا على الاجنحه. هذا الشيء كيبين بانك ترسي فريق الرجاء الرياضي، وعرفت ان القوه ديال فريق الرجاء الرياضي تكمل في وسط الميدان. احنا الطريقه اللي تلعبوا بها تتعتمد على اننا نخترقوا من الاجنحه ومن الوسط. اخترقنا من الاجنحه، اخترقنا من الوسط، جاونا فرص تنلعبوا، لان في الشوط الثاني كنا تنبحثوا على اننا نمروا من الاجنحه، لان كنا ناقص عندنا نقص عددي، وبالتالي كنا تنبحثوا على اننا نوسعوا اللعب باش نجيو من الاطراف ونديروا تمريرات. ما توفقناش، وصلنا جاونا فرص. كما قلت مباراه فيها هزيمه، فيها 3 نقاط ضاعت لنا. فريق الرجاء تنهني على الفوز ديالو، ولكن بالنسبه لي مباراه ممتعة. اللاعبين تنهنيهم على الأداء اللي قدموه، ومشكورين على الأداء اللي قدموه البطولي والرجولي وجميع المواصفات، ولكن ما تستحقوش الهزيمة. تنظن بأن الطرد هو اللي غير كل شيء. تابعوا حساباتنا على مواقع التواصل، فعلوا جرس التنبيه واشتركوا في القناة. لوماتان سبورتس، نظرة جديدة للصحافة الرياضية.